فضيلة الشيخ وفقكم الله، من خرج من منى متعجلا ثم أراد إكمال الفضيلة، من خرج من منى متعجلا ثم أراد إكمال الفضيلة والعودة ليبيت ليلة الثالث عشر، فهل له ذلك؟ لا، إذا تعجل انتهى، ولو رجع ما يصير له حكم. يجوز يرجع يبيت فيها مع زملاء ومع أحد، أو يبي يأخذ حاجة، لكن ما يرمي في اليوم الثالث عشر لأنه تعجل وانتهى. نعم.